بسم الله الرحمن الرحيم. نبيل العاصفي منخرط رئيس جمعية الشرق الأوسط الفاسي. احنا اليوم كنا في الجمع العام ديال الأوسط الفاسي ديال الجمعية، واليوم كما لاحظ الجامع اليوم كان لي أول خطرة يكون جمع عام. هنا كان الدراسة وكانت النقاش على الأدب، كان فيه بزاف اختلافات لا تدخل الأدبي ولا المالي. فاش نشوفوا التدخل الأدبي تقول كانت إنجازات ديال الدراسة، للأسف تنشوف أنا بحكم الممارسة ديالي تقريبا يومية وتنشوف تسير، مشاو الناس بعد اللعابة في الكادي، مشاو لنا اللعاب في الجنيور، مشاو كاملين مشاو لمصر في المنتخب. أنا راه حنا طرحنا الكونديدات، ولكن كمسيرين وتحملوا المسؤولية ما تحملوهاش. حاجة واحدة أخرى تنهضروا على المدرسة، المدرسة المستخدمين ما تيتخلصوش، الأطر في المدرسة ما تيتخلصوش، عندنا ديزيتيج في قلب المدرسة. للأسف الناس بغاو الكراسي، بغاو يبقاو لنا تعرف كما تعرف الجمعيه تسير حتى الشركه، بغاو الكراسي ديالهم. ما بقاو كنا تنسمعوا استقاله الرئيس كل دقيقه، كل هذا كل مره هو كاين مره ما كاينش، جاو تشبتوا بالكراسي. للاسف الوفاه اللي تنشوفها، لان ما كاينش ما بقاش بزاف ديال الحوايج تنشوف انا الوفاه الفرقه الاولى تمشي للهوات. تنشكر بعدا خويا العلوي، ولكن الوفاه اللي تعيش اكراهات كبيره، لان اللي تيتيش ما تحلش، ومن ضمنهم اللي تيتيش هي الجمعيه ديال المدرسه والبنات. ولي ناس كاملين ما ديال الفوتسال ما تيتخلصوش، المغطين ما تيتخلصوش، كذلك البنات كلشي دافع على الدوسي ديالو في الجامعه. راه تما اللي تيجي راه بزاف في ليكول. وللاسف هاد الناس ما بغاوش يحيدوا من الكراسي، داز 7 سنين جات هذا، الناس راهم جالسين لغايه بنفس يعقوب. هانتوما شفتوا التقرير المالي ديال بزاف ديال الخروقات كاينه، تيدخلوا عام في عام، وحنا غاديين نبقاو هكا. ولكن تصدقنا في وسط الخطر، الوافق راه غاديه للهاويه ماشي الهوايه. نتوما كمنخرطين راضيين على هذا الجمال؟ انا ما راضيش لاقاش هذا تنصوص تيقول لك راه هي ثلاثه الناس، ست الناس اللي توصلوا بالتقارير. انا جيت خديته اليوم حتى خديته هنايا في القاعه. الناس تيبغيو يعطيو لهم ما بغاو، الناس حتى كيشتي اعضاء المكتب وبعض المنخرطين ساكتين ولا كلمه. الانتقاد نتاقدوا هنا داخل البيت ديالنا، ماشي نخرجوا للقهاوي نبقاو شي تيضرب في شي. انتوما كما لاحظتوا معنا العام كامل المكتب ما تيتجمعش الميزه، شي كل واحد قد القاوي يكون المكتب تيسير فقط. للاسف الوقت مع مرات ان للاسف كرساله اخيره للغيورين المحبين على هذا الفريق. غيورين لحقاش هاد الناس راه بغاو يملكوا الفرقه لراسهم وتيسيروا، لقاو الفراغ ويديروا ما بغاو. الوفرة واخا تهبط عندهم الهوات ما عندهمش مشكل. السلام عليكم بعدا، وشكرا على الاستضافه على هذا البث اللي فيه هذا الجمع العام ديال الوداد الرياضي الفاسي. قبل كل شيء كنترحموا على الناس ديال الزنزال ديال اكادير، واللي مات الله يرحمه واللي مازال عايش، تنتمناو له الشفاء، وكنتمناو الشفاء لصاحب الجلاله بعدا هو قبلا وكل شيء، هذا هو راه هو الاب ديالنا الروحي، كنتمناو له الشفاء العاجل. ندخلوا للموضوع مباشره على تقييم هذا الجمع العام اللي دايره هذه الجمعيه ديال الوداد الرياضي الفاسي، اللي سمحات تيقولوا جمع العام الوداد الرياضي الفاسي. اي مؤسسه كتدخل كتلقى واحد اللوغو ديالها اللي كيشرفها، هو اول شيء اللوغو ما كاينش، هذه بعدا هي الاولى. الجمع العام دايرين لنا زرق ابيض، واش هاد الالوان ديال هذه ولاو كيهربوا؟ هذا السنه الثالثه وهما كيهربوا الجمع العام من خارج بلديه فاس جديد. هذا المعقل الوداد الرياضي الفاسي راه فيه خصها تكون الجمع العام ديالو. حنا ولينا كنسافروا، ولينا كنديبلاصيو باش نديروا الجموع العامه اماكن من غير واش باغيين يرحلوها من المعقل ديالها، باغيين ديجا راهم مكرهين الجمهور فيهم. انا كنهضر بصفه عامه، انا عبد ربي اسم كامل البلغمي خالد، الحمد لله اقدم المنخرطين، وما عمري نويت باش ندخل للمكتب. لحقاش الا دخلت للمكتب غادي نسمى شفار، غنسمى هادي. انا ما عنديش غرض من المكتب اكثر من اللي عندي غرض بالفريق ديالي يكون نظيف، والناس اللي كيسيروا الفريق ديالنا خصهم يكونوا نظافه. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة اللي غادي ندخلوا لها وغادي نشيروا لها، أنا كنقول على اللي كنعرفوا شوية بالقانون، هذا الجمع هذا راه غير قانوني. لحقاش نادوا المشاورات والناس تتحاور قبل ما يتقرا الجمع، قبل ما يتقرا المحضر المالي والأذان. علاش؟ لحقاش الناس عارفة شنو كاين، وهذا الشيء هذا غيكون فيه طعن إن شاء الله بحول الله. هذا المحضر اللي عاطينا غيكون فيه طعن. لحقاش يقول لك المدرسة واقفة، فريق النسوي واقف،
فرح كرة القدم ديال لاصال وقفة، راه ما كاين حتى شي حاجة دابا حاليا 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 كنضغط وليدات فاس راه ما عندهاش هادشي، وراه كيدخلوا حتى للجامعة. وخلاصة القول شعارنا الله الوطن الملك، وشعارنا اللي كنقولوا حنا هي وليدات فاس، حنا غنموتوا ونطيحوا معاها. نجي نهضر على راسي شوية، أنا تعطلت في الانخراط ديالي ملي كنحط جوج شاكات سنويا 1500 درهم، وعندي الدلائل وعندي كل شيء والحمد لله كاين الكونت بونكير. هاد السنة جيت معطل شوية، قال لك لا ما يمكنش باش دير الانخراط ديالك ولا حطنا ولا جيب لنا الفلوس اسباس، عادني نعطيوك بطاقة الانخراط. أنا كنشوف جا السيد المسؤول ديال الجامعة هاد النهار هذا داخل قال لا ولدي هادشي ما كاين شيء منه، ولا بغيت تحط الانخراط ديالك حتى دابا. واش هاد الشيء هاد الناس ملي كيجيبوا هاد القانون ومني كيخولوا هاد القانون هذا هو بيت القصيد، وهذه هي النقطة اللي غادي تفيدوا الكاس على المكتب الوداد الرياضي الفاس. وشكرا.